معنا مباشرة مراسل التغيير من بغداد محمد فراس، أهلا ومرحبا بك محمد. ويعني حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، اليوم افتتح وزير النقل رزاق محبس مطار بغداد الدولي أمام المسافرين بشكل كامل، فضعنا في تفاصيل أكثر عن هذا الافتتاح. نعم، اليوم السبت 17 من أغسطس الحالي هو الموعد الذي انتظره البغداديون والعراقيون بشكل عام كثيرا، واليوم تحقق ما كانوا ينتظروه، افتتاح مطار بغداد ليسمح لهم بالدخول بشكل مرن وسلس دون أن تكون هنالك تعقيدات وإجراءات كما كانت في السنين السابقة. توجيهات رئيس الوزراء ووزير النقل كانت أو أتت بعد مرحلة متقدمة وصل إليها العراق وبغداد تحديدا من الأمن والاستقرار، التي دفعت الحكومة إلى تسهيل حركة المسافرين دخولا إلى المطار وحتى استقبالهم. مرحلة كان البغداديون يستطيعون إيصال المسافرين عن طريق التذاكر السفر الرسمية إلى صالات المغادرة، لكن لم يكونوا يتمكنون من استقبالهم. اليوم التوديع والاستقبال متاح لجميع العراقيين دون استثناء، لكن قيد بشروط أن لا تدخل العجلات أو لا تدخل الدراجات الهوائية والنارية وعجلات مركبات النقل الحمل. بالتالي جميع المركبات الأخرى، أيضا المركبات التي لا تحمل شروط السلامة والمتانة، باقي المركبات مسموح لها بالدخول. حتى نحن فضائية التغيير حينما توجهنا إلى مطار بغداد كان هنالك مرونة كبيرة لدخولنا ووصولنا إلى آخر صالة لمغادرة المسافرين ووصولهم إلى الطائرة. دعوني أستضيف أحد المسافرين لمعرفة رأيه وانطباعه وانعكاسه على ما شهدته بغداد من تطور ملحوظ. حياك الله أخي العزيز. نحن الآن في مطار بغداد الدولي، وصلت للمطار، احكي لي على الإجراءات، شلون كانت وشلون صارت اليوم؟ أكيد أنت مسافر بالإجراءات القديمة مثل ما نقول، والإجراءات اللي صارت اليوم. طبعا بالبداية شكرا لك. احنا حقيقة كنا نعاني من أنه السفر، تعرف الأجور الإضافية على المواطن، فاليوم لا أكون كان انطباع جديد. يعني أنا جيت بسيارتي لحد البوابة الرئيسية بكل سيابية وبكل طريقة سلسة وجدا حضارية، وسلمنا جنطنا ورجعنا سيارتنا، فكانت العملية كلها ممتازة وجيدة وأي تعب ما بيها. شلون شفت الفرق من دخلت للصالة هذا المكان تحديدا هسه عن قبل؟ تحدثت لي عن إجراءات الدخول الأمني في ما يخص تفتيش المركبة، تحدث لي عن دخولك اليوم أيضا للصالة، وين وصلت المركبة تحديدا؟ من نزلت من عندها؟ يعني حقيقة أنا المركبة مالتي كانت بالنهائية، يعني الباب النهائي، وتعرف اكو الباب اللي هو قبل الصالة بالتالي، وتعرف اكو إجراءات أمنية صحيح متخذة بكل المطارات صحيح، وكانت طبيعي عملية طبيعية وانسيابية. وشكرا للحكومة وشكرا لوزير النقل، كان هذا جهود كل جبار، وحتى كانت اكو اضافيات مال الاجرة فرفعت هاي. شلون هذا برايك ينعكس على المواطن بالدرجة الاولى وعلى السائح؟ نحن نعيش في بلد حضاري، في بلد يمتلك ميزات سياحية، السائح اليوم حينما يأتي إلى بغداد في ظل هكذا إجراءات مرنة، شلون نشوف راح يأثر على انطباعهم كمسافر محلي وكسائح أجنبي؟ حقيقة هذا الانطباع كلش انطباع جيد جدا للعراق ولمطار بغداد ولعاملين مطار بغداد، وشكرا لكل من ساهم وأسهم في هذه العملية، وكانت عملية بناءة وتخدم المواطن وتخدم المسافر الأجنبي. شكرا لك. شكرا حبيبي. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، يعني ركزنا عليها، موضوع السائح الأجنبي والعربي حينما يأتي إلى بغداد في هذه الفترة وفي ظل هذه الإجراءات الحديثة التي اتخذتها حكومة السيد السوداني، سيشهد تغيرا ونقلة نوعية كبيرة. نعم. في مرحلة تشهد بغداد استقرارا أمنيا واستتبابا، يرسل ويبعث برسائل للعالم العربي وأيضا دول العالم أجمع بأن بغداد تعيش جوا من الازدهار وجوا من الاستقرار الأمني، وهو بالتأكيد ينعكس على جميع الميادين الاقتصادية. نعم. السياسية، السياحية وغيرها من الميادين الأخرى التي تتعلق بالمواطن. نعم. نعم محمد، من ناحية أمنية، يعني هل لديك أي تفاصيل حول الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة العليا لأمن المطارات من حيث تسهيل الإجراءات على المواطنين كما تحدثت قبل قليل؟ نعم، هي حقيقة مجموعة من الفلاتر المعتادة
لكن أضيفت لها انسيابية جديدة ومرحلة يعني إجراء أمنيا جديدا يكون بانسيابية جيدة. في السابق كان المسافر لا يستطيع، أتحدث عن الحقبة الماضية، لا يستطيع أهله ذويه إدخاله أساسا إلى المطار، يوصلوه إلى ساحة بعيدة جدا عن مراكز الدخول، عن محطات الدخول، ومن ثم تأخذه مركبة وتنقله في فلاتر عدة، يقوم يدخل في مجموعة من المراحل التفتيشية الروتينية. اليوم على العكس تماما، الخطة الأمنية الموضوعة، يدخل المسافر من مطار، من بوابة المطار الرئيسية، الست لاينات فتحت، أو في المرحلة الأولى يعني يتأكد الرجل الأمن إما بإلقاء التحية فقط من الوجوه الموجودة داخل المركبة ويسمح لهم بالدخول، بعدها إلى فلتر التفتيش الأمني والكيناين يقوم بإجراء جولة تفقدية على المركبة، ومن ثم يسمح لهم بالدخول إلى الصالة مباشرة. تفتيش أيضا للمسافرين على فرادة، يأخذون حقائبهم ويدخلون إلى جملون مجاور لللاين الخاص بالمركبات، إجراء سلس فقط لتفتيش الحقائب مبدئيا في مرحلة أولى، ومن ثم يصلون مباشرة إلى الصالة، صالة المغادرة. أيضا هنالك تفتيش للحقائب عن طريق أجهزة الأكس راي، وبالتالي يصلون إلى الصالة الأخيرة يعني ركوب الطائرة ومن ثم المغادرة. إذن إجراءات سلسة ومرنة ومرحلة متقدمة يصل إليها مطار بغداد أيضا بتوجيهات حكومة السيد السوداني وأيضا وزير النقل. نعم، كل الشكر لك على هذه التفصيلات مراسل التغيير من بغداد محمد فراس.